أعزائي الطلاب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات الدروس العربية للسنة الرابعة الثانوية، فأترككم قليلا بالفيديو الآتي. يا عمار، رأيتك حزينا، ما بك؟ أنا آسف يا معلمتي، لم أجهز الواجب المنزلي الذي أعطيتني أمس. لماذا لم تجهزه يا عمار؟ نمت ورأسي يؤلمني. أجهزه اليوم يا معلمتي. لا، جهزه الآن ثم سلم الدفتر إلي بسرعة. الطلاب والطالبات، ماذا رأيتم في الفيديو السابق؟ وماذا سمعتم منه؟ نعم، الفيديو قدم لنا الحوار بين عمار ومعلمته. تعالوا نرى هذه الألفاظ المختارة من تلك الحوار: حزينا، ورأسه يؤلمني، بسرعة. لاحظوا أن الألفاظ حزينا، ورأسه يؤلمني، وبسرعة قد جاءت كلها تبين الهيئة لصاحبها وهو عمار. فهذه الألفاظ كلها تسمى الحال. ها هو موضوع درسنا في هذه الحلقة، الحال. قبل أن نواصل حلقتنا، فعلينا أن نتعرف على معايير التعلم لهذا الدرس، فنرجو أنكم في نهاية الدرس تتمكنون من: أولاً، تعريف الحال، ثانياً، بيان نوع الحال، وثالثاً، إعراب الحال. طلبتي الأعزاء، بدءاً لدرسنا اليوم، هيا معنا نتعرف إلى ما هو الحال، وما هو صاحب الحال، وكيف نتعرف عليه، وما أنواعها، وكيف يكون إعرابها. فكل هذه التساؤلات سنجيب عنها من خلال درسنا للحال في هذه الحلقة، فاستمروا معنا. فهيا أيها الطلبة، انظروا إلى هذه الجملة: سافر خالد مسرورا. لتسأل سؤالا: كيف سافر خالد؟ فتكون الإجابة: سافر خالد مسرورا. فكلمة مسرورا يا طلبتي هي كلمة دلت على حال خالد أثناء سفره. فالحال خالد في سفره هو أنه مسرور. أما في الجملة الثانية، فنطرح سؤالاً بأداة الاستفهام كيف أيضاً، فقلنا: كيف انطلق المتسابقان؟ فنجيب: انطلق المتسابقان مسرعين. فكلمة المسرعين دلت على حال المتسابقين أثناء انطلاقهما. فحالهما عند الانطلاق كلاهما في تمام السرعة. ففي الجملة الثالثة السؤال المطروح: كيف يرسل الله الرسل؟
فتكون الإجابة: يرسل الله الرسل مبشرين. فكلمة مبشرين هنا قد دلت على هيئة الرسل أثناء إرسالهم إلى كافة الناس أجمعين. إذن أعزائي الطلبة، ركزوا إلى هذه الكلمات: مسرورا، مسرعين، مبشرين، كلها هي الحال. فالحال إذن تذكر لتبين هيئة صاحبها، وهي وصف أي مشتق، نكرة فضلة أي ليست مبتدأ ولا خبرا ولا فعلا ولا فاعلا، وحكمها منصوب. وهي في هذه الأمثلة حال مفردة أي ليست جملة ولا شبه جملة. وكما نلاحظ أن الحال المفردة تطابق صاحبها في العدد والنوع، أما صاحب الحال في تلك الجمل وهو خالد، متسابقان، الرسل، هي كلها أسماء معرفة. ولذلك أيها الطلاب، ماذا نستنتج من هذه الأمثلة؟ نستنتج ما يلي: الحال هي اسم نكرة منصوب يبين هيئة اسم معرفة قبله الذي يسمى صاحب الحال. فالآن ننتقل إلى أنواع الحال. تنقسم الحال إلى ثلاثة أنواع، وهي: أولاً الحال المفردة، وثانياً الحال الجملة، وثالثاً الحال شبه جملة. الحال المفردة وهي ما ليست جملة ولا شبه جملة، وغالباً أن تكون بكلمة واحدة. وأما الحال الجملة فهي تنقسم إلى حال جملة اسمية وحال جملة فعلية. أما الحال شبه جملة، إما أن يكون بحرف جر واسم مجرور، أو بظرف ومضاف إليه. وستأتي التفاصيل لهذه الأنواع الثلاثة للحال على الترتيب إن شاء الله، فتابعوا معنا. أولاً الحال المفردة، وهي ما ليست جملة ولا شبه جملة، وغالباً أن تكون بكلمة واحدة، كما تكون نكرة منصوبة. انظروا إلى هذه الجملة: جاء أخوك مبتسماً. السؤال هنا: كيف جاء أخوك؟ فالإجابة: جاء أخوك مبتسماً. كلمة مبتسماً هنا كما قلنا في التعريف الحال اسم نكرة منصوب يصف هيئة اسم المعرفة، وهو أخوك أي صاحب الحال في هذه الجملة. ثم قلنا يجب أن تطابق الحال صاحبها في التذكير والتأنيث. لننظر إلى الجملة السابقة مرة أخرى: جاء أخوك مبتسماً. كلمة مبتسماً مذكر، وكلمة أخوك وهو صاحب الحال أيضاً مذكر. إذن الحال وصاحبها
متطابقتان في التذكير، وكذلك أن الحالة تطابق صاحبها في العدد، أي في الإفراد أو التثنية أو الجمع. فكلمة مبتسماً تأتي مفردة تناسب صاحبها أخوك، وهي مفردة أيضاً. ننتقل إلى الأمثلة التالية. أولاً، أعدت البنت الطعام نشيطة، فصاحب الحال وهو كلمة البنت مفردة مؤنثة، كما تكون الحال نشيطة وهي مفردة مؤنثة أيضا. وثانيا، شاهدت السيارتين مسرعتين، وصاحب الحال هنا كلمة السيارتين مؤنثة والحال مسرعتين، وهي كلمة مؤنثة أيضا، وكلتاهما مثنيتان في العدد. ثالثا، جاء الأصدقاء مسرورين، فصاحب الحال هو كلمة الأصدقاء، هي كلمة الجمع للمذكر والحال مسرورين، كذلك في حالة الجمع للمذكر أيضا. طيب، هل وجدتكم صعوبات يا أبناء الطلاب والطالبات؟ أحسنتم. فالآن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الحال، وهو الحال الجملة. تنقسم الحال الجملة إلى نوعين، وهما أولاً جملة اسمية، وثانياً جملة فعلية. فهيا ننظر إلى أمثلتهما. فحال الجملة الإسمية مثل خرج محمد والشمس طالعة. انظروا إلى الجملة والشمس طالعة، هي جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وسبقتها ما نسميها بواو الحال. ثم ننظر إلى ما قبلها، وهو اسم معرف محمد، فهو صاحب الحال هاهنا. فالحال الجملة الإسمية الشمس طالعة تبين هيئة خروج محمد. أما الآن فنأتي إلى نوع الحال الجملة الفعلية. كيف نعرفها؟ هيا نتأمل المثال التالي. خرج العمال يطلبون الرزق، صاحب الحال هنا العمال، وجاء بعده فعل وفاعل يطلبون، وهي جملة فعلية، وفي نفس الوقت تكون حالا لصاحب الحال وهو العمال. الآن هيا نتعرف على النوع الثالث من أنواع الحال، ألا وهو الحال شبه جملة. الحال شبه جملة إما أن يكون بحرف جر واسم مجرور، أو بظرف ومضاف إليه، ويجب أن يسبقها اسم معرفة أيضا. انظروا إلى المثال الآتي. جاء الأمير في زينته، فالسؤال هنا كيف جاء الأمير؟ جاء أمير في زينته، أي متزينا. فشبه الجملة
في زينته هو الحال لصاحبها الأمير. والمثال الأخير: رأيت الطائرة بين السحاب. فكلمة بين هي ظرف مكان، وكلمة السحاب بعده تعرب مضافا إليه. وشبه الجملة بين السحاب هو الحال لصاحبها وهو الطائرة. طلبتي الأعزاء، لقد تعرفتم على الحال وأنواعها. هيا بنا الآن نتعلم إعراب الحال المفردة، فيمكن أن نفهمها بالتفاصيل كالآتي. إعراب الحال حكمه دائماً منصوب، وتنسب الحال بثلاث علامات إعرابية، وهي بالفتحة أو بالكسرة أو بالياء. هيا نركز إلى هذه النقاط المهمة تركيزاً جيداً. أولاً، تنسب الحال بالفتحة في حالتين اثنتين، وهما عند المفرد وعند جمع التكسير. والمثال على ذلك: أولاً، ذهب التلميذ إلى المدرسة مسرعاً، فكلمة مسرعاً تعرب حالاً منصوباً بالفتحة لأنه مفرد. ثانياً، أنها تنسب بالكسرة في جمع المؤنث السالم، مثل حضرت الطالبة نشيطات، فكلمة نشيطات تعرب حالاً منصوباً بالكسرة لأنه جمع المؤنث السالم. وأخيراً، تنسب الحال بالياء في حالتي المثنى أو جمع المذكر السالم. فالمثال للمثنى: كرم المدير المعلمين مبتسمين، فكلمة المبتسمين تعرب حالاً منصوباً بالياء لأنه مثنى. وأما لجمع المذكر السالم: يعيش المسلمون آمنين، فكلمة آمنين تعرب حالاً منصوباً بالياء لأنه جمع المذكر السالم. وبهذا لقد انتهينا من بيان إعراب الحال في الجملة. فما رأيكم أيها الطلبة؟ أنها بسيطة، أليس كذلك؟ طلبتي الأحباء، يبدو أننا قد انتهينا من عرض محتويات الموضوع، فتأتي إلينا الآن التطبيقات والتدريبات المتعلقة. سأترككم قليلاً لإجابة الأسئلة الآتية. كيف إجابتكم يا طلاب والطالبات؟ هل تستطيعون إجابة هذه الأسئلة؟ هيا نناقش معا الإجابة الصحيحة. السؤال هو: استخرج الحال مع بيان نوعه من الجمل الآتية. هيا نستخرج الحال وبيان نوعه من الجمل معا. فلنبدأ بالجملة الأولى:
قام الضيوف يكرمون الوزير. أين الحال في الجملة؟ وما نوعه؟ نعم، الحال في الجملة هي يكرمون، ونوع حال هو جملة فعلية. نأتي إلى الجملة الثانية، السائقون يقودون السيارات هادئين. فأين الحال في الجملة؟ نعم، هادئين هو الحال في الجملة، ونوع حالي هو مفرد. وأما الجملة الثالثة، يهنئني الزملاء وهم يمدحونني. فالحال في الجملة هو وهم يمدحونني، ونوع الحال هو جملة اسمية. وأما في الجملة الرابعة، أكلا الأطفال الحلويات بأدب. نعم صحيح، الحال هنا هي بأدب، ونوع حال هو شبه جملة. كيف أيها الطلبة؟ هل إجابتكم صحيحة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن إلى التدريبات الأخرى. حاولوا أيضاً أن تجيبوا هذه الأسئلة. أيها الطلاب والطالبات، أأنتم مستعدون؟ هيا نجيب السؤال. السؤال هو، أعرب ما تحته خط. إعرابا تاما، تذكروا أن الإعراب التام يحتاج إلى ذكر الموقع والحكم والعلامة. هيا نعربها معا. في الجملة الأولى، رفع العلم على المبنى عاليا، والكلمة التي تحتها خط هي عاليا. كيف نعربها؟ صحيح، نعربها حال منصوب بالفتحة. ممتاز. في الجملة الثانية، دخل التلاميذ منتظمين، والكلمة التي تحتها خط هي منتظمين. كيف نعربها؟ نعربها حال منصوب بالياء. أحسنتم جميعا، أنتم كلكم ممتازون. وهكذا يا طلبتي، أرجو أنكم تفهمون هذا الدرس فهما جيدا، وتقدرون على إجابة التدريبات الأخرى إجابة صحيحة إن شاء الله. أيها الأبناء الأحباء، إذن ما الاستنتاج الذي حصلنا عليه من درسنا اليوم؟ نستنتج ما يأتي. أولاً، أن الحال اسم نكرة منصوب يذكر لتبين هيئة صاحب الحال. ثانياً، أن صاحب الحال هو اسم معرف تبين حال هيئته. وثالثاً، أن إعراب الحال المفردة تكون منصوباً بالفتحة إذا كانت الحال مفردة، وتكون منصوباً بالياء إذا في حالتين مثنى
وجمع المذكر سالم، وتكون منصوبا بالكسرة إذا كانت الحال في حالة جمع مؤنث سالم. هكذا أبنائي الأعزاء، فها نحن قد وصلنا إلى نهاية الدرس في هذه الحلقة. لعلكم وجدتموه مفيدا وفهمتم فهما جيدا صحيحا، وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.